نروح لفقرتكم المفضله اللي انتوا كلكم بتحبوها بقلق قوي يا جماعه. الجروبات دي مقفوله على كميه امراض نفسيه وعصبيه وعضليه غير طبيعيه. بس فعلا والله بس لو وريت حاجات من الحاجات اللي انت وريتها لي امبارح دي هزعل قوي. طيب نبدا باول مشكله او اول تاتا. انا طلقت من 9 شهور وعندي ولدين، وانا اللي كنت عايز اتطلق بعد 11 سنه جواز عشان من ساعه ما اتجوزنا الحياه بينا ضرب نار، اختلاف بيئه وتربيه وافكار ومستوى. بس هي دي المشكله، ان بالرغم كل ده انا زعلانه ومقهوره جدا اني اتطلقت. انا مش عايز ارجع له ولا فارق معايا، بس انا كان كل حلمي يبقى عندي بيت وعيال وحياه لطيفه من غير مشاكل. مش قادرة أتخطى فكرة إن عمري ما هيبقى عندي بيت عادي، حتى لو اتجوزت عمر ما هيبقى فيه واحد يعامل ولادي أكنهم ولاده، عمر ولادي هيقبلوا واحد زي باباهم. عمال أعيط كتير قوي، مش عارفة أبطل، وبقالي شهرين بعيط، عملت ورد استغفار وبدعي، بس أعمل إيه عشان أتخطى الموضوع ده؟ خلي بالك الرجاله غير الستات، او يمكن في رجاله برضو بتشارك الستات في نفس الاحساس. لما الست بتبقى عايزه تتجوز هي مش بتبقى علشان مش عشان بس واحد بتحبه ومعجبه بيه وعايزه تعيش معاه، لا، هي بتبقى الست اوسع من كده، فكرها اوسع من كده، عايزه بيت وعايزه اولاد وعايزه حياه. الحياه بالنسبه لها استقرار او استقرارها في الجواز. فانا عارفه هي يعني انا كست عارفه هي حاسه بايه. حلو. بس هي ممكن انا انصحك نصيحه واحده بس، خليكي في اللحظه اللي انت عايشاها فقط لا غير، لان اللي جاي مش بتاعنا واللي فات خلاص ما نقدرش نرجعه تاني الا يعني لو رجع وبقى من جديد بيتكرر. عيشي في اللحظه اللي انت دي نصيحتي، يعني عيشي في اللحظه اللي انت عايشاها دي، خلي بالك من ولادك، حاولي انك تحققي الحياه المستقره دي بيكي انت وولادك والناس القريبه منك. اكيد عندك عيله وعندك اخوات وعندك اب وام وعندك قرايب وعندك اصحاب. حاولي تخلي ان البيت ده، تحسي ان البيت ده اللي فيه استقرارك ما تهدمش، لان قبلتي او لم تقبلي انت عمود من اعماد البيت. صح. او يعني اعمده سوري البيت. البيت عندك ما وقعش، طالما انت كويسه ولادك كويسين معاكي وعندك كوميونتي صغير، مجتمع حتى حواليكي، البيت ده يقدر يمشي جدا جدا بيكي وبالحب اللي هتقدري انك انت توفريه لولادك. ما تفكريش بعد كده هيحصل ايه، لان بعد كده ده مش بتاعنا ولا بايدينا، ولا نعرف هيجي لنا فيه ايه وهيجي لنا ازاي وهيتقبله ولا مش هيتقبله. خلي بكره لبكره زي ما الاغاني بتقول. هتحاولي انك انت تحسسي ولادك وتحسسي نفسك اهم حاجه ان انت في بيئه مستقره وبيتك مستقر، تروحي الشغل، تربي ولادك، تروحوا المدرسه، بيرجعوا اكتيفيتيز، ما تفقديش الحته دي من الاستقرار. خليكي انت اللي حفره الجذور بتاعه البيت ده وسيبي بكره لبكره. دي نصيحتي. حلو. انا بس عندي بسالك يعني بسالكم برضو، انه انا عندي احساس ان هي برضو كانها ما كانتش عارفه هي عايزه ايه. يعني هي فضلت تدور، انا عايزه اطلق عايزه اطلق عايزه اطلق، ولما اتطلقت حست ان هي متضايقه جدا من القرار ده او ندمانه عليه. وفي نفس الوقت بتقولك انا مش ندمانه، انا زعلانه اني اتطلقت. طب ماشي، وده طبيعي. بس انا بتكلم ان انا كان حاسس ان هي قافله حتى الفيوتشر زي ما بيقولوا، او انت قافله حتى المستقبل، بصاله بنظره سوداء. انا مش هعرف اعمل بيت تاني، انا مش ما حدش هيجي يحب ولادي زي ما كان بيحبوا. ليه؟ ايوه بالظبط. يعني انت ليه قافله؟ سيبي بكره على استعدادك خالق بكره. ايوه ليه استعدادك سلبي؟ مش حتى لو عديت التجربه سلبيه. بس انا برضو قادر افهم، لان ساعات كتير جدا لما الناس بتعدي التجربه تقيله. هي ممكن على فكره. انا فاهم، بس لما الناس بتعدي التجربه تقيله يا دينا، للاسف عشان كده بيبقى الواحد بيحتاج حاجات كتيره قوي، من ضمنها العلاج النفسي ومن ضمنها اعاده التاهيل زي ما بيقولوا. لانه ساعات لما بتعدي بحاجه للدرجه دي تقيله ومؤلمه، بتبقي صعب قوي تشوفي امل في اي حاجه تانيه. فانا برضو متفهم ده. بس لازم تساعدي نفسك علشان العالم يساعدك. برضو انا عذراها لان هي فتره 11 سنه مش فتره قليله. صحيح طبعا. واكيد محتاجه ادابتيشن او تاقلم مع الحياه الجديده، بس مش مستحيله. الحياه الجديده دي حطي في اعتبارك انا بابا وماما والعيال، وتحاولي على قد ما تقدري ان انت حياتك يبقى فيها روتين. لو عملتي روتين مش هتحسي بالاحساس ده، ولو عملت لهم هم استابيليتي واستقرار هتخرجي من الموضوع ده بسرعه جدا جدا. ويبقى ابعت لنا مش ابعت لنا اكتبي على الجروبات المغلقه طب اللي بعد واحنا نبقى نقول. طب اللي بعده